فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن طلاب من بريطانيا، وقد وجدنا بعض الطلاب من الصوفية عندنا يدعون الله أن يهديهم على أيدي مشايخهم، فهل هذا يجوز؟ الله يهدي مشايخهم أول، يقولون اللهم اهدي مشايخنا، يدعون لمشايخهم بالهداية ولا يزكونهم ويحكمون عليهم بأنهم مهتدون، وإنما يدعون لهم بالهداية. كل واحد بحاجة إلى الهداية، كل واحد منا بحاجة إلى الهداية، تدعو له بالهداية والتوفيق. نعم، أن تقرأ في الصلاة، كل صلاة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أجل ما تقرأ هذه الآية تقول أنا مهتدي؟ لا، تطلب من الله الهداية يا أخي ويثبتك عليها. أيضا كم من مهتد ارتد وضل، أن تطلب من الله التثبيت على الهدى. نعم.